الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق الشوط السادس من تعداد أشواط وتحديات هذه الفترة المسائية، شوط مليء بالحماس بالقوة والتحديات مع شوط الزمول العمانيات الحاضرة مع منافسات هذه الفترة المسائية من عمر هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، لنبدأ مع مسيرة هذه الشعارات الحاضرة، هذه الأسماء القوية المشاركة في تحديات الكبار ومع مسيرة الكبار، لنبدأ مع مقدمة هذا الشوط لنرى ونتابع المقدمة والصدارة والقيادة من قبل شاهين، السلالة الشاهينية الحاضرة بتحديات البداية، تعود ملكية شاهين السعود بن صالح بن حمد الجمرة من يمتلك شاهين ويقدم لنا تحدياته على البداية وعلى الصدارة. المركز الثاني نرى ونتابع بهذه اللحظات وبهذه التحديات انطلاقة وتقدم من قبل أحد الأسماء القوية المشاركة بتحديات هذا الشعار، المنطلق والباحث الأسد لعلي بن صالح بن سعيد بن ملحي المري ليقدم لنا شعاره بتحديات المرتبة الثانية. المركز الثالث التواجد من قبل حليتان ناصر بن عبد الله بن احمد المسند من يمتلك حليتان الحاضر على المركز الثالث بمتابعة البروفيسور من يتابع بعملية التضمير. المركز الرابع حامل الرقم 4 يتواجد دابق لصالح بن حمد القمرة مع تحديات المركز الثالث او مع المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد حملول لعبد الله بن راشد بن حيدان آل حيدان المري على خامس الأسماء ومع المركز الخامس لختام النداء الأول مع هذه التحديات الحاضرة والمنافسات المستمرة. خلف الخمس أسماء متواجدة، أسماء تحضر بهذه التحديات، أسماء قادمة بهذه المسيرة، ترقبوا قدومها في الوقت المناسب من مسيرة وتحديات هذا الشوط، وما زلنا نترقب هذه الأسماء وهذه الشعارات مع هذه المنافسات الحاضرة. لنعود إلى البداية، لنعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة والمقدمة، لنتابع معكم شعار القمرة من يحضر مع البداية ومع الصدارة وأولى المراكز. شاهين تعود الملكية لسعود بصالح بن حمد القمرة بمتابعة حمد بن سالم بن جهويل من يتابع هذا الشاب بعملية التضمير، أحد الفطاحلة في عالم رياضة سباق الهجن، يقدم لنا انطلاقة شاهين على المركز الأول. المركز الثاني التواجد من قبل الأسد مكشرا بأنيابه حاضر بتحدياته وبانطلاقاته، يود الأسد أن يكون هو كينج لهذه الانطلاقة ولهذا الشوط بمسيرته لعلي بن صالح بن سعيد بن ملحي المري. المركز الثالث التواجد من حليتان شعار ملك السيوف، شعار ملك السيوف ناصر بن عبد الله المسند من يتواجد مرافقا لانطلاقة حليتان البروفيسور بعملية التضمير، محمود بن محمد الوهيب من يتابع انطلاقة هذا الشعار بمسيرته. المركز الرابع الواصل لأول ندى المتقدم سراب سلطان بن شافي بن حمود العجمي غادم من دولة الكويت، مرحبا بجميع الضيوف، يا مرحبا يا أهل ميدان الشهيد غادم العجمي ليقدم لنا شعاره بتحدياته، كان أيضا من أفضل الحاضرين والضيوف الأعزاء الذين وضعوا بس ما في هذا المهرجان، في مهرجان المؤسس كان لهذا الشعار الحضور المميز والحضور الكبير، وأحدى أبناء ميدان الشهيد سلامات عديدة مع تحديات هذا الشعار الأحمر الحاضر والمنطلق نحو المركز الثالث. المركز الرابع التقدم من حملول عبد الله بن راشد آل حيدان مع انطلاقة المركز الرابع. المركز الخامس شعار المسند، شعار
الدار الآنية مع تقدم حليتان على المركز الخامس. هذا هو النداء الثاني للأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة مع مسيرة وتحديات. هذه الأسماء المندفعة الباحثة عن اختطاف الجي ام سي بيكاب هي جائزة هذا الشوط. ومن المركز الثاني حتى المركز العاشر جوائز نقدية ثمينة في مسيرة وتحديات هذه الرياضة وهذه المسيرة مع انطلاقة الأسماء ومع انطلاقة الشعارات. وما زلنا نترقب قدوم الأسماء قدوم الشعارات مع مسيرة هذا الشوط. كما تتابعون السيل الجارف من الزمول وحذير الزمول الزمول العمانيات الحاضرة بهذه التحديات. نرى ونتابع أيضا أسماء متواجدة منطلقة في مسيرة وتحديات هذه الانطلاقة بلقطات جميلة من عدسات شاشة قناة الريان الفضائية بلمسات مميزة من مخرج هذا السباق من يلتمس دائما اللقطات الرائعة. لنعود إلى البداية لنعود إلى أبناء الكويت إلى العجمي ماذا يقدم لنا من مسيرة البداية مع انطلاقة سراب على المركز الأول سلطان بن شافي بن حمود العجمي من يقدم لنا شعاره من يعلن الوجود على البداية وعلى المركز الأول الضيف والمضيف. الله يا بن فهدان بن فهدان يقدم لنا انطلاقة هملول مع المركز الثاني من يحمل الرقم 2 يتواجد هملول لعبد الله بن راشد بن فهدان آل فهدان المري على المركز الثاني في حوار ثنائي جميل ما بين الضيف والمضيف ما بين شعار العجمي وشعار بن حيدان في تحديات الأسماء في تحديات المقدمة في تحديات المنافسة. المركز الثالث شعار الأنيق على المركز الثالث مع تحديات حليتان لناصر بن عبد الله المسند على ثالث الأسماء. المركز الرابع دابق دابق على المركز الرابع لصالح بن حمد القمرة مع تحديات رابع الأسماء. المركز الخامس وصل لفان لأول ندى ليصل شعار بن مانعة مع تحديات الأسماء مع تحديات هذه الأسماء الخمسة المذاعة. صالح بن سالم بن مانعة شاعر الوطن راعي الشقب راعي الخنجر في الشوط المفتوح في سن الثنايا يحضر مع حضور لفان القاتم لأول ندى مع المركز الخامس من الأسماء المرشحة بانطلاق هذا الشوط. وبمعية لفان يصل مشاهدين الكرام هملول مع المالكي وكذلك شعار القمرة والشعارات القادمة وشعار بن خليل الشهواني وشعار العطية وشعار بن ذيبان وشعار بن نايفة. يا الشعارات يا الأسماء الأسماء القادمة شعارات لها ثقلها وصل بهذه التحديات. شوط مليء بالأثارة مليء بقوة الأسماء وبثقل الشعارات الحاضرة مع منافسات العمانيات. لنعود إلى البداية إلى المركز الأول إلى الصدارة إلى بن فهدان بن فهدان بن فهدان يقدم لنا هملول على المركز الأول من بدأ يصول ويجول مع البداية ومع المقدمة. تعود ملكية هملول لعبد الله بن راشد بن فهدان آل فهدان المري بدأ يطلق العنان لانطلاقة هملول على المركز الأول. المركز الثاني التواجد من قبل سراب سلطان بن شافي بن حمود العجمي مع المركز الثاني. الأنيق شعاره على المركز الثالث شاعر الوطن على المركز الرابع شعاره. المركز الخامس التقدم الوصول من قبل حملول سلمان أو لسليمان بن سالم بن حاكم المالكي مع المركز الخامس. وصل المالكي وشعاره ليمتلك ناموس الشوط مع تحديات وانطلاقة حملول على خامس الأسماء. كيلوين يا جماعة كيلوين عن الناموس عن التتويج عن اختطاف سيارة هذا الشوط وعن التحديات الحاضرة والمتواجدة. أرى البداية هملول هملول على المركز الأول هملول الحاضر والمتواجد مع بن فهدان. شوف المسافة مع تحديات هملول مع انطلاقة هملول على البداية. كما تتابعون على الكادر الأسفل هذه المسافة ما بين المركز الأول وما بين المركز الثاني. لفان على المركز الثاني لفان على الثاني
اخبار التحديات، صالح بن سالم بن مانعه من يتابع لنا الاثبان، وكذلك وصول حليتالي ناصر بن عبد الله المسند، وكذلك وصول شعار المالكي مع المركز الرابع مع تقدم حملول لسلمان بن سالم بن حاكم المالكي المركز الخامس، وصل ذيبان لاول ندى عبد العز بن خالد بن عبد الله العطيه مقدم لنا شعاره مع تحديات المركز الخامس. بدات تظهر الشعارات، بدات ترتفع درجه حراره هذا الشوط ليرتفع المستوى الفني مع اقترابنا من لافته الكيلو الاخير، من لافته كيلو الخطر، كيلو السرعه، كيلو الانطلاقات والتحديات. وحملول حملول على المركز الاول، حملول على البدايه، حملول على المركز الاول، حملول على البدايه. الاسماء يا ابن حيدان، الاسماء قادمه، يا الله يا لفان لفان يا ابن حيدان، الناموس في الامام لا تناظر الخلف ابدا، فالاسماء الخطيره قادمه بتحديات يا ابن حيدان. ابن حيدان حتى هذه اللحظات هو المسيطر على البدايه، هو المسيطر على السياره مع انطلاقته اولى المراكز، لكن بمانعه يمانع بتحديات لفان أن يكون هو البطل المتوج مع المركز الثاني الأنيق وشعاره، مع حليتان على المركز الثالث، ومع تحديات ثالث الأسماء المالكي على المركز الرابع. يقدم لنا أيضا تحديات حملول القادم بانطلاقة رابع الأسماء، لكن حملول الحاضر على البداية، الحزام الأخضر مع انطلاقة حملول، من يبر ويعبر مع ناموس هذا الشوط حتى هذه اللحظات على المركز الأول، المركز الثاني. الله يا المالكي، حملول بن حيدان، حملول المالكي خاتم على المركز الثاني. بدا التحليق والانطلاق من قبل المركزين، حملول بن حيدان، حملول بن حيدان الضيف والمضيف في منافسه في تحديات اللحظات الاخيره. السياره يا بن حيدان حملول ينتزع سياره هذا الشوط. سلام بن حيدان، سلام حملول، سلام شحاني، سلام التابق عبد الله بن راشد بن فحيدان المري، خاطف شوط العمانيات الزمول. المركز الثاني وصل حبل الكريم، حملول سليمان بن سالم بن حاكم المالكي ثالثا، وصل حليتالي ناصر بن عبد الله المسند رابعا، لفان لصالح بن سالم بن مانع خامسا، مياس لمنصور بن خليل بن ناصر الشهواني. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، تابعنا المنافسه التي حضرت في هذا الشوط مع تحديات الاسماء الكبيره التي رافقتنا بالمنافسه وبالانطلاقات المثيره، وكان حملول هو الفائز المتوج وهو المعانق لناموس هذا الشوط مع بن فهيدان بتوقيت زمني وغدره. هذه لحظة وصول حملول لخط النهائي معلن الفوز والناموس، ومتوجا بأول المراكز 13 دقيقة ثانية واحدة 36 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لعبد الله بن راشد بن فهيدان الفهيدان المري المركز الثاني. وصل مشاهدينا الكرام حملول بتوقيت زمني 47 جزء 3 ثواني 13 دقيقة. هذا هو توقيت حملول. نهني سليمان بن سالم بن حاكم المالكي على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث وصل حليتان 13 دقيقة 7 ثواني 64 جزء من الثانية. التهاني تبكى لناصر بن عبد الله بن احمد المسند، والتهاني لمحمود بن محمد الوهيبي.